مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اجواء خاصه ولحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي، السوبر الافريقي الاهلي والرجاء المغربي، كل التمنيات ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه اللي محتاجه تركيز كبير جدا. ودي الحاله الحقيقه اللي احنا رصدناها مع فريق النادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا على الطائره في هذه اللحظات، ان شاء الله باذن الله يستمر معسكر فريق النادي الاهلي حتى موعد المباراه. ينضم لنا ايضا كمان في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون له دور كبير وفعال مع الدعم الكبير ومع مساند الجمهور النادي الاهلي، حسام حسن. برحب بيك حسام في البدايه، وان شاء الله باذن الله المباراه لمباراه الرجاء تكون من نصيبنا. حاله تركيز كبيره جدا مع اللعيبه، حضرنا بشكل جيد جدا في المباراه الوديه. حطنا حسام في الاجواء، وبتشوف الخطوه دي بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي ازاي احسن؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا حابب ارحب بيكم في الاول على قناه النادي الاهلي، واللي هي دايما داعم لينا طبعا، ودعم للعيبه والجهاز الفني والجماهير طبعا. ان شاء الله الماتش دوت احنا داخلين مركزين بقالنا فتره كبيره من بعد التوقف الدوري، وفي ظل ان في انشغال دولي دلوقتي مع منتخب مصر، فاحنا بنتمنى برضو اللعيبه اللي موجوده في المنتخب بنتمنى لها التوفيق. احنا الفتره اللي فاتت كلها شغالين ومركزين، حتى في الماتشات الوديه مستر موسيماني اتكلم معانا ان مع كل اللعيبه، ان كل اللعيبه لازم تاخد نفس الحمل ونفس التركيز عشان ده ماتش نهائي ومحدش عارف بعد كده هيبقى في ايه. فاللعيبه كلها بصراحه مركزه ان هي تعمل حاجه، ولان الماتش مش هيبقى الاسم على اتنين، فكل التركيز برضو احنا لازم نتعلم من السوبر المصري اللي احنا يعني خسرنا فيه بركلات ترجيح. فده كل اللعيبه مركزه في النقطه دي، وان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ونسعد نفسينا واهالينا واصحابنا اللي احنا نقدر نعمل لهم حاجه. ودايما احنا عاوزين نشوف دايما جمهور النادي الاهلي دايما مبسوط، هو ما بيقبلش غير بكده. فان شاء الله احنا بنوعدهم ان احنا مش هنبخل بنقطه عرق، ان احنا نقدر نسعدهم ان شاء الله. لحظه الكتمه ولحظه حسام يمكن قلقت الناس بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله طمنا. هي يمكن كان في سوء توفيق، لكن ان شاء الله سوء التوفيق ده يكون مردود وحسام بعلك في المباراه دي. قول لي اللحظات دي كانت ايه، واتحطيت في الاجواء دي ازاي؟ والله الحمد لله انا بحمد ربنا اللي هي جت يعني كانت حاجه في الاربطه خفيفه. انا بحمد ربنا وبحمد ربنا ان الواحد شاف حب الناس اللي هي كانت داعم ليا، اذا كان من جمهور العادي وجمهور النادي الاهلي اللي دايما داعم ليا، حتى انا لسه يمكن ما شاركتش بصفه اساسيه مع الفريق. فانا ده حاجه ساعدتني وخلتني وحطتني تحت مسؤوليه اكتر، ان انا لازم اكون موجود وموجود بقوه عشان اقدر افيد النادي الاهلي واستفاد مني واللعيبه ان شاء الله بمساعده اللعيبه ومساعدتي يعني اهم حاجه التوفيق ده من عند ربنا، بس ان شاء الله الواحد يعمل حاجه ليهم ويكون اضافه كويسه يعني ان شاء الله. صعوبه المباراه بتشوفها ازاي؟ يمكن نادي الرجاء نادي جماهيري ويمكن نادي بطولات برده كمان، لكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي الاقوى والنادي الاهلي هو صاحب البطولات الكبيره جدا. بتشوف المباراه ازاي في ظل اجواء جماهيريه متوقعين ان في جمهور من الرجاء وجمهور اكبر ان شاء الله من النادي الاهلي؟ والله هو النادي الاهلي دايما بيلعب الماتشات النهائيه وعارف هو عاوز ايه، واحنا هندخل احنا كلاعيبه احنا مركزين مع تعليمات مستر موسيماني، وان شاء الله ننفذ ان شاء الله يقول لنا عليه، واللي احنا نقدر ندخل يعني احنا مش هيبقى الماتش مش هيبقى الاسم على اتنين، احنا لازم ان هو واحد هيطلع كسبان. فان شاء الله ان شاء الله يكون المكسب يكون حليفنا ونقدر نرجع مبسوطين ونسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. استفدنا على ما اعتقد احسن من مباراه الطلائع ومباراه سموحه الحقيقه الوديتين، لان كان لازم موسيماني بالحقيقه يقف على الحاله البدنيه والحاله الذهنيه ومدى جاهزيه اللاعبين. مدى الاستفاده من وجهه نظر كابتن حسام ايه في المباراتين؟ طبعا هو ماتش السوبر علمنا بصراحه قبل ما ندخل الموسم الدوري، خلانا مركزين جدا، خلانا نبدا بدايه قويه في الموسم عشان جمهور النادي الاهلي يكتسب ثقه اللعيبه تاني، واللي احنا نقدر زي ما في لعيبه كتير ظهرت من الجداد برضو واللعيبه كلها القدام ما شاء الله يعني ان هم مركزين ولمين بعض كويس ولمين الفرقه. فده حاجه فرقت معانا الحمد لله، وهي باينه على النتائج الفتره الاخيره. فده ان شاء الله الماتش الجاي هو ده غير الدوري تركيز تاني، وان شاء الله نقدر يعني نفرض السيطره من البدايه ان شاء الله ونكسب الماتش ونرجع ان شاء الله مبسوطين، ده الاهم يعني ان شاء الله.
وجود الكابتن الخطيب ومردوده ورسالته المهمه جدا وتواجده، لان هو بيتواجد على طول في المباريات الكبيره ويدي رساله بشكل كبير جدا للعيبه، شفتها ازاي في عينيه؟ ويمكن كمان سلامه مع اللعيبه في الطريق حسام، اما اعتقد الكلام ده بيبقى ليه مردود كبير جدا على كل اللعيبه. طبعا طبعا كابتن خطيب اسطوره من اساطير النادي الاهلي، ده بلا شك يعني كابتن محمود داعم لينا حتى واحنا في التدريب، بيجي يتفرج على الفرقه ويطمن على اللعيبه لا دي حاجه، ده دعم قوي، ودي لما يكون اسطوره النادي الاهلي بتدعم كل لاعب من الفرقه، فدي حاجه بتدي ثقه وبتدي حاجه كويسه وبتدي روح كويسه في بين اللعيبه وبين الجهاز، فده ان شاء الله يكلل مجهودنا ويكلل مجهود مجلس الاداره والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري بحاجه تليق بالنادي الاهلي، وان شاء الله مش هنتنزل عنها، ان شاء الله البطوله ونرجع كسبانين يا رب ان شاء الله. حسام مش هطول عليك، لكن رساله لكل جمهور اللي بيدعمك ومنتظر منك المزيد ان شاء الله، وباذن الله الفرصه ما تكون معاك يا حسام ان شاء الله باذن الله تقدر تحقق اللي انت عايز تحققه، وتقول لكل جمهور النادي الاهلي. والله انا بقول لجمهور النادي الاهلي شكرا لكم على الفتره اللي فاتت على الدعم اللي انتم بتديهولي، وان شاء الله اكون انا يعني اضافه كويسه واضافه تقدر تليق باسم النادي وتفيده، وان شاء الله اعمل حاجه ان شاء الله السنه دي ان انا اقدر افيد برضو النادي الاهلي وافيد فرقتي وننافس على كل البطولات ان شاء الله بصوره قويه ان شاء الله. حبيبي تحت امرك. بنشكر اكيد كابتننا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن حسام حسن، اللي بنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الفرصه هتيجي، لكن هو توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله يكون معاه ويكون مع كل اللعيبه السوبر ان شاء الله باذن الله اهلاوي، ويكون في دولاب النادي الاهلي بالجزيره.